أنحام الجار عني وينك يا علي علي راح وما سمع بالباب وني وانا يا برفسة الطاغ كتني وصيحا حاضر الكرار يغاب الزهرة ما عندها ملجأ تلتجئ له سوى أنها توجهت إلى قبر أبيها رسول الله ويتقول أبا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي وبقيت الزهرة بآلامها وحسرتها إلى أن ماتت مهمومة مظلومة مغمومة وقف علي عند قبرها وقبر النبي وهو يقول يا رسول الله قد استرجعت الوديعة وردت الرهينة فاعفها الحال واستخبرها السؤال ستخبرك ابنتك بتظافر أمتك على هضمها كأني بالنبي يسأل والزهراء تجيب ماذا جرى عليك يا بني تقل ابويا يا ابويا تقل ابويا الهضم ما كان على بال هذا الهضم ما كان على بالي أشوف بيتك موحش وخالي قوم ياك يا بويا ما تبالي برا المدينة طلعت تالي أبويا بيت من الأحزان بينالي البنالي وغير الحزن والنوح لالي أبويا أنوح عليك أبويا بدمعها لولا إن الرجس واجف قبال تقلبوا يا لن الرجس واجف قبالي يا بويا ما هابك ولا رحم حالي ابويا يا ابويا يا بويا يم عتبة الباب نتجالي اتقلبوا يا يم عتبة الباب نتجالي بويا عتبة الباب التجالي التجالي وابن وقع محسن قبالي أنا صيح يا فضة عالي شوف الصار يا فضة على حالي بجنين السقط مشدوح بعد شكت الزهراء أرجوك تنعوي يا عيني تقلبوا يا جنك الهناس مديون جوني الباب بعتبة يطلبون خفت للدار يا ابويا يطبون لذت بالباب يسترن من العيون ابويا 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 لذت بالباب يسترن من العيون
قل ابوي يا ابوي وصيك ملببي جرون يا ابوي خلوا حسن وحسين يبكون الله من شبك وعيون يا ابوي. اقول الزهراء رجعت بعلي وشكت له وبينت له الآلام، ولكن زينب في يوم كربلاء حينما هجم القوم على مخيم الحزين وما تركوا خيمة إلا وأججوا فيها النيران، زينب طلعت وهي تنادي أخي يا حسين نور عيني يا حسين أحرقوا خيامنا سلبوا نعيمنا. تقول أخويا أخويا إجت شايطة وقفت على التل صاحت صايت من للطف تزلزل طايح بياك تر يا حسين من دال علي يا خويا واللي الكلكه. تقول اخاف ابكي اخاف ابكي وصوت اللي العالي واخاف العدة تشمت بحالي. والله أرجوك هنا أوجه قلبك اطلب حاجتك مد إيدك. تقل أخويا أخاف العدة تشمت بحالي. تقلها يا أم حسن يا أم تعال تعال وشوف كربلاء سوت بحالي أنا شوف أخوت مذبح أقبالي. أقرأ لك أبيات وأسألك الدعاء. يقول راحت زينب ووصلت للحسين فك عينب بوجه زينب يا زينب قال هش جابك رد الخيمتك يا اختي تتيه الحرم بغياب. شنو جواب زينب؟ تقلي اخويا يا اخويا رحايب حياتي ما شفت يا حسين